الفقرة أجداد وأمجاد. فقرة أجداد وأمجاد برعاية دارة الملك عبد العزيز. وقصتنا لليوم في فقرة أجداد وأمجاد طبعا تتكلم عن شخص كبير سن. جاء في يوم من الأيام شخص طبعا مثل ما الكل يعرف، مثل ما الكل يشوف، مثل والشيء اللي تعودناه من ملوك المملكة العربية السعودية رحمة الله على من توفي منهم، والله يطول بعمر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولا عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، سياسة الباب المفتوح والمجلس المفتوح واستقبال الناس ومشاكلهم وكل احتياجاتهم. فالرجال هذا كبير سن دخل في يوم المجلس العام للملك عبد العزيز طيب الله ثراه، والمجلس العام اللي كان بمكة المكرمة، فدخل عليه وناوله زي ما تقول عريضة أو خطاب أو شيء وقراه الملك عبد العزيز. طبعا كان الخطاب يتعلق بملك من الأملاك وكان له يعني وما حجة استحكام ولا اللي هو، فكان فيه مشكلة في الملك هذا. ويوم أنه قدمه له قام الملك عبد العزيز وحول العريضة هذه أو الخطاب لابنه الملك فيصل رحمة الله عليهم جميعا عشان يشوف الموضوع. المهم وخلص وحوله ونسى الموضوع، الناس كثير اللي يمرون وكذا. فبعد سنة رجع الرجال هذا نفس الشايب بعد سنة وكان خارج الديوان عند بوابة الديوان ويصايح يصيح يعني مشكلته ما انحلت، ويصايح يا وانا على ما قال مصيبتي وانا لي سنة وانا. فلفت الموضوع قال ملك عبد العزيز دخلوه يوم دخل عليه قال انت وش سالفتك؟ قال والله العظيم يا طويل العمر وهذا موضوعي وهذا موضوعي وانا جيتك من العام وانت يعني على ما قال خدت ورقتي وأنا ما عاد أدري وش صار عليهم. قام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وحول الموضوع لابن فيصل أو أنه استدعى ابن فيصل وقال يعني وش يعني يبحث وراء الموضوع وش اللي صار، يعني هذا الرجال من سنة ومحول عليكم وش اللي صار بعدها. فقام الملك فيصل وقال أنا حولت المعاملة على شخصين ورجعوا ودوروها. فرجعوا ودوروا المعاملة وين راحت أو الخطاب وذا ما حد لقوا لها أثر. فقام الملك عبد العزيز وأمر أنها تفتش الدائرة هذه كاملة بمن فيها وين راحت أوراقهم هذه. المهم بعد مدة لقوا الأوراق هذه ضايعة بين الأوراق بسبب إهمال موظفين. تخيلوا يعني معاملة جلسة السنة كاملة وضاعت ونسوها. يوم وصل الموضوع الملك عبد العزيز مباشرة أمر بفصل هالموظفين وعلى طول أعطى الرجل الكبير هذا ورجل مسن أعطاه حقه مباشرة. فشوفوا كيف أن الملك عبد العزيز وأيضا الملك فيصل رحمة الله عليه وهذا عادة يعني ملوكنا وقادتنا الاهتمام، ما أقول أصغر مواطن كل المواطن يعني في عين كبار، لكن يعني مهما كانت المشكلة مهما كان الشخص جاي من الأطراف مهما كان الشخص يعني ولازم الشخص يكون عنده وجاهة في النهاية الاهتمام بكل الشعب بأصغر مشاكلهم وأكبر مشاكلهم. وهذه مثال من أمثلة كثيرة، يعني احنا نحمد ربي على الأمن والأمان، نحمد ربي على هذه القيادة الحكيمة ونعمة احنا مغبطين فيها للأمانة. وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا الليلة ولنهاية فقرة أجداد وأمجاد. كان معكم حاتيكم نواف الهويم من برنامج علوم القصيد، نراكم الأسبوع القادم وهما عين منكم لا تغاب. فقرة أجداد وأمجاد برعاية دارة الملك عبد العزيز. علوم القصيد.